السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة المشاهدين، تحية طيبة وبعد. معاكم دكتور وائل الشربيني، مدرس أمراض النساء والتوليد، استشاري العقم والمناظير والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية والكندية لأمراض النساء والتوليد والعقم. النهاردة هنتكلم عن موضوع شائع جدا، هو موضوع تأخر الحمل. أولا هنبتدي بتعريف تأخر الحمل. ايه امتى الست تقلق وامتى الزوج يقلق ويقولنا كدكاترة وييجوا العيادة ويقولوا احنا تأخر الحمل. اول شرط لتأخر الحمل هو حدوث الزواج لمدة لا تقل عن سنة. واقصد بحدوث الزواج هو ان الزوج يكون مع الزوجة لفترة لا تقل عن سنة. يعني في اوقات كتيرة جدا بيجي لي ناس اسأل الزوجين انتوا قاعدين مع بعض، يقولوا لي لا، الزوج بيسافر او الزوجة مش موجودة مع الزوج باستمرار، ويقولوا احنا متجوزين بقالنا سنتين. ونبتدي نحسب الفترة اللي كانوا موجودين فيها مع بعض، نكتشف ان هم ما قعدوش مع بعض 3 4 شهور على بعض. يبقى اول حاجة لازم يكون الزوجين موجودين مع بعض لفترة لا تقل عن سنة، وده هو تعريف تأخر الحمل الاولي. معنى ان احنا نقول اولي ان في حاجة اسمها تأخر الحمل السنوي. تأخر الحمل السنوي تعريفه ان يكون حصل اي نوع من انواع الحمل بغض النظر نتج عنها طفل ولا لا. يعني الاجهاض يتحسب، الحمل الخارج الرحم يتحسب، الحمل العنقودي يتحسب، وطبعا وجود الجنين او يعني وجود طفل بعد 9 شهور، ده هو اشهر الاشكال للموضوع ده. طيب في حالة التأخر الحمل السنوي التعريف بيبقى ايه، او امتى الست تقول ان هي تأخرت؟ لازم يمر على اخر حدث حمل، سواء كان اجهاض او حمل خارج الرحم او حمل عنقودي او حمل كامل، لازم يلات فترة لا تقل عن سنتين. يعني مش معنى ان الست معهاش طفل وحصل لها اجهاض ان هي لو تاخرت عن فتره، تاخرت عن سنه او اقل من سنتين، دي نقول ان هي حصل لها تاخر حمل. لا، لازم تكمل السنتين عشان نقول لا ده حصل تاخر في الحمل ولازم نتجه للدكتور. طب القاعده دي ليها استثناءات؟ اه طبعا ليها استثناءات. اهم استثناء للقاعده دي هي ان يكون حصل الزواج فوق سن 35 سنه عند السيده. في حالة ان السيدة يكون سن الزواج تأخر عن سن 35 سنة، اول ما تتجوز لازم تروح للدكتور وما تستناش الشروط بتاعتنا، ما تستناش مرور سنة على الزواج، لان تقدم السن مش هيبقى في صالح احتمالات حدوث الحمل. طيب لما الست بتجيلنا ولما الزوج بيجيلنا، اول حاجة بنطلبها منهم هي ان احنا يعني بنطلب من الزوج تحليل للسائل المنوي. اول شرط للتحليل السائل المنوي ان يكون ما حصلش علاقة زوجية لمدة 4 إلى 5 ايام قبل هذا التحليل. تاني شرط ان الزوج يكون موجود داخل المعمل وقت عمل التحليل، لان نقل السائل المنوي من البيت لغاية المعمل لو الفترة بتاخد اكتر من 45 دقيقة بتبقى النتائج الى حد كبير مش واقعية ومش سليمة. طيب ايه النقط اللي احنا بنبص عليها في تحليل الزوج؟ اشهر حاجة طبعا بالنسبة للناس هي تقول العدد. العدد 10 مليون، 20 مليون، 30 مليون، 100 مليون، دي اشهر نقطة في الموضوع. عايز الفت نظر الناس ان احنا بنحتاج الى حيوان منوي واحد فقط علشان يحصل عملية الاخصاب. يعني مش محتاجين للملايين دي كلها عشان تحصل عملية الاخصاب. طب ليه ربنا خلق الملايين دي؟ لان المشوار اللي الحيوانات المنوية بتاخده هو مشوار طويل، من اول المكان اللي بتنزل فيه اللي هو المهبل لغاية لما توصل للانابيب الرحمية. المسافة دي اكتر على الحيوانات المنوية من ان الانسان يلف حوالين الارض. المسافة دي تبان لنا مسافة صغيرة، هي بتوصل حوالي 7 أو 8 سنتي، لكن في ملايين الحيوانات المنوية بتموت علشان تقدر توصل للمرحلة دي. فلازم الحيوان المنوي اللي يوصل للأنابيب لازم يكون قوي جدا ولازم يكون متحرك جدا، ونقطة الحركة دي هنتكلم عليها بعد شوية. طيب احنا محتاجين كام حيوان منوي يوصلوا للبويضة عشان يحصل إخصاب؟ احنا محتاجين حوالي 100,000 حيوان منوي فقط، وده دليل على ان في
مئات الملايين او عشرات الملايين ومئات الملايين من الحيوانات المنويه بتموت في سبيل ان هي توصل للبويضه. طب ال 100,000 حيوان منوي دول لازمتهم ايه؟ القشره بتاعت البويضه اللي بتحمي البويضه بتبقى محتاجه الى عمليات انتحاريه بتقوم بيها الحيوانات المنويه علشان تكسر القشره دي. الحيوان المنوي على الجزء الامامي منه موجود ماده زي القنبله كده، هي ماده بتدوب القشره. الحيوان المنوي بيدخل الجزء المتقدم في الراس لغايه لما يخبط في القشره وتخرج الماده دي تدوب نقطه صغيره من القشره. الحيوان المنوي الثاني يخش يدوب نقطه ثانيه وهكذا لغايه لما يتفتح السكه قدام الحيوان المنوي اللي هيقدر انه يعمل عمليه الاخصاب. طب ليه مش اكتر من حيوان منوي بيعمل عمليه الاخصاب؟ لان مجرد ما في حيوان منوي واحد بيقدر انه يدخل داخل البويضه، البويضه بتطلع اشاره انه ممنوع اي حيوان منوي يقترب تاني. لو حصل ان في حيوان منوي تاني دخل، ده بيؤدي الى حمل عنقودي، وده معنى الحمل العنقودي اللي يمكن نسمع عنه لكن ما نعرفش ايه هو. اتكلمنا عن العدد بتاع الحيوانات المنوية، نتكلم على النقطة التانية المهمة وهي حركة الحيوانات المنوية. الحيوانات المنوية الحركة بتاعتها بتنقسم إلى 4 درجات. درجة ألف وهي الحيوانات المنوية المتحركة السريعة. درجة ب هي الحيوانات المنوية المتحركة البطيئة. درجة ج هي الحيوانات المنوية المتحركة لكن بتتحرك في مكانها، يعني ما فيهاش حركة تقدمية. والدرجة الأخيرة هي الحيوانات المنوية الغير متحركة تماما أو الحيوانات المنوية الميتة. يبقى دول هما ال4 درجات بتوعنا. طيب إمتى نقول على السائل المنوي ده إنه سائل كويس؟ لما يكون الحركة من الدرجة ألف هي 25% من الحيوانات المنوية، أو من الحركة ألف زائد ب تكون أكتر من 50% من الحيوانات المنوية. النقطة الثالثة المهمة في تحليل السائل المنوي هي وجود الحيوانات المنوية المشوهة. نستغرب لما نعرف ان المواصفات او الكرايتيريا بتاعت منظمة الصحة العالمية بتقول ان السائل المنوي الممتاز هو اللي الحيوانات المنوية السليمة فيه. طبعا يبقى نعرف ان في العادي 96% من السائل المنوي او من الحيوانات المنوية الموجودة في السائل ممكن تكون مشوهة ويبقى الانسان ده انسان طبيعي. يعني المصنع اللي هو الخصية ممكن تطلع 4% بس كويس و 96% وحش، ومع كده بنقول ان السائل المنوي ده كويس والخصوبة فيه عالية. طيب بنبص على ايه تاني في السائل المنوي؟ بنبص على وجود خلايا صديدية، بنبص على وجود اي حاجة اسمها سبرماتوجينيك سيلز اللي هي الخلايا التكوين الحيوان المنوي الغير ناضجة. الحاجات دي كلها لازم تكون المواصفات بتاعتها مطابقة للمواصفات اللي حطاها منظمة الصحة العالمية علشان نقدر نقول على السائل المنوي انه كويس. بمجرد ان احنا نلاقي تحليل الزوج مناسب بنبقى كده خلصنا من الجزئية تأخر الحمل الخاصة بالزوج. نبتدي بعد كده نقعد مع الزوجة ونبتدي نشوف قصتها ايه. اهم حاجة في الموضوع ان احنا بناخد تاريخ مرضي مفصل من المريضة، يعني لازم دكتور يقعد مع المريضة اطول وقت ممكن، لان كل كلمة هتقولها حتى لو هي هتبان ليها او لزوجها ان هي مش مهمة بتبقى بالنسبة لنا احنا ليها اهمية كبرى. لازم نسمع المريض كويس، لازم نعرف التفاصيل بتاعت الدورة الشهرية وبتاعت الامراض العامة وبتاعت لو بتعمل رجيم، لو بتاخد ادوية، لو عندها اي مشاكل بتعاني منها، لازم نسمع الكلام ده كله. وطبعا لازم نعرف اذا كانت عملت عمليات قبل كده، لازم نعرف اذا كانت بتاخد ادوية بشكل منتظم ولا لا. بعد ما بنسمع المريضة وناخد منها تاريخ مرضي كامل بندخل على الفحص الاكلينيكي. ايه الفحص الاكلينيكي ده؟ احنا لازم نبص على الست من اول شعر راسها لغاية رجليها. وانا بخص كلمة شعر الراس لان في جزء كبير جدا من تأخر الحمل بنشخصه مجرد ان احنا نبص على راس السيدة او على شعرها. في بعض السيدات بتبقى مشكلتهم هي زيادة في هرمون الذكورة، وبالتالي بنلاقي ان تساقط الشعر عند السيدات دول بيبقى له توزيع معين، توزيع يشبه
توزيع الصلع عند الرجالة، يعني بنلاقي المنطقة الوسطى اللي هي المنطقة دي الشعر فيها خفيف، بينما المنطقة الطرفية بنلاقي الشعر فيها تقيل. أو إن احنا نبص على بشرة السيدة نلاقيها بشرة دهنية ونلاقي فيها حبوب شباب كتير. دي بتنقل لنا إن في مشكلة في التبويض عند السيدة دي. بننزل بعد كده إلى فحص الثدي، لازم نتأكد إن مفيش أي إفرازات لبنية موجودة في ثدي السيدة، لأن هرمون اللبن من الحاجات اللي بتؤثر بشكل مباشر على التبويض. مرورا برقبة السيدة، لأن في الرقبة في غدة اسمها الغدة الدرقية. الغدة الدرقية دي الهرمون المسؤول عنها أو عن الإفرازات بتاعتها اللي هو هرمون الـ T3 والـ T4، ده بيتحكم في هرمون تاني اللي هو هرمون الـ TSH. هرمون الـ TSH ده بيتناسب عكسيا مع الهرمونات المسؤولة عن التبويض، بمعنى لو لقينا إن الـ TSH ده عالي يبقى هنلاقي إن هرمونات التبويض قليلة جدا عند هذه السيدة. بعد كده بنبص على توزيع الدهون عند السيدة. توزيع الدهون له نوعين، في نوع ذكوري وفي نوع أنثوي. لو لقينا إن توزيع الدهون عند السيدة نوع ذكوري يبقى نعرف على طول إن هرمونات الذكورة عندها مرتفعة. بنبص بعد كده على توزيع الشعر الموجود في جسم الست، لازم نتأكد إن مفيش شعر زيادة بيطلع في وشها أو في المنطقة بتاعة الصدر أو في منطقة تحت السرة. المناطق دي كلها هي مناطق شعر بتدل على إن هرمونات الذكورة مرتفعة عند هذه السيدة. كل ده فحص قبل ما نوصل لعملية الفحص أمراض النساء والولادة، بمعنى إن دكتور أمراض النساء والولادة ما بيبصش بس على الحوض وما بيبصش بس على الرحم والمبيض، لا ده لازم يبص على الست ككل، لأن ممكن حاجة صغيرة زي الحاجات اللي احنا قلناها دي لو الدكتور ما خدش باله منها هيفضل يعالج في السيدة ومش هيبقى فيه أي نتيجة تؤدي إلى حدوث حمل عند السيدة دي. بعد كده نبتدي نفحص السيدة، نطمن إن الرحم مكانه كويس، إن حجمه كويس، نبص على المهبل نتأكد إن مفيش التهابات، بنبص على عنق الرحم نتأكد إن وضعه سليم، بنبص على المبيض، وبعد كده آخر مرحلة هي إن احنا نعمل موجات صوتية للسيدة. بنفاجئ ان بعض الدكاتره اول ما الست تخش اوضه الكشف على طول ما يعملش اي حاجه، يروح داخل على طول عامل سونار للست، وده مش صح، لان في الحاله دي انت بتفقد معلومات كتيره جدا عن الحاله الهرمونيه للسيده بدون ما يكون عندك اي قاعده او بدون اي وضع أو حاجه واضحه تدلك على المشكله الموجوده عند السيده. بنعمل بعد كده سونار. السونار يفضل انه يكون سونار مهبلي، بنبص على الرحم، بنبص على البطانة الرحمية، بنبص على المبايض. بعد كده بنطلب من السيدة تحاليل للهرمونات ونطلب منها أشعة بالصبغة أو حاجة اسمها سونو هيستروجرافي اللي هو سونار مائي يورينا الأنابيب الرحمية. وفي بعض السيدات بنطلب ان احنا نعمل منظار رحمي ومنظار بطن علشان نتأكد ان الأنابيب الرحمية كويسة وإن مفيش أي التصاقات تعوق وصول الحيوانات المنوية للبويضة وحدوث عملية الإخصاب. في الحالات دي لازم نكون عارفين إن تاخد التاريخ المرضي للمريضة وإن احنا نعمل الفحص الإكلينيكي للمريضة، ده دول أهم كتير قوي من إن احنا نجري على طول على الأشعات وعلى التحاليل وعلى نعمل سونار أو نعمل منظار أو نعمل الكلام ده كله. لا، لازم القعدة مع المريض هي الأساس اللي بيوصلنا للتشخيص السليم. بشكركم، كان معاكم دكتور وائل الشربيني استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم، عضو الجمعية الأمريكية والكندية لأمراض النساء والولادة، وأتمنى أن أشوفكم في حلقة قادمة. مع السلامة. Oh, 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 oh